تنصيب مدير جديد على رأس الشركة النفطية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية فجر خلافا واسعا في البلاد، الأمر الذي يهدد بنقل الصراع على السلطة إلى المؤسسة التي تشرف على العائدات الرئيسة للبلاد. لا يخفى أن الغموض هو سيد الموقف في المشهد الليبي سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ولعل قرار ما يتعلق بتكليف بن قدارة بدلا من صنع الله يعني أيضا بالضرورة إمكانية امتداد الصراع إلى القطاع النفطي الذي حاول أن ينعى بنفسه طيلة الفترة الماضية وأن يكون برأس واحدة ترأسها صنع الله، مع نوعية جزمنا بأن صنع الله نعم انتهت مدته بقوة القانون. مصطفى صنع الله الرئيس المقال يتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باستخدام النفط لأغراض سياسية، فيما هذا الأخير يتقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام يطالبه بالتحقيق مع صنع الله بشأن تصريحاته الأخيرة. هناك مشروع للعمل على التصحيح، ما هو المشروع؟ يجب أن يكون هناك آلية من أجل العمل على وضع قواعد دستورية والعمل على وضع دستور والاستفتاء عليه والتوجه للانتخاب. ما لم يكن ذلك كذلك سيظل الصراع هو سيد المشهد ويظل التشظي هو أساس، ولذلك تظل ليبيا حقيقة رهينة لهذا أو ذاك. ليبيا التي تشهد أزمة سياسية وأمنية بسبب الانقسام ربما تتجه نحو أزمة اقتصادية بعدما طالت الخلافات مؤسسة تمثل عصب الاقتصاد الوطني.